هل تمر علاقتك بشريكك ببعض النقاشات اللفظية الحادة في الآونة الأخيرة؟ حسناً، إليك 9 أسباب لماذا يجب أن تتجادل أكثر مع شريك حياتك. انتظر، هذا أمر منطقي تماماً. ثق بي، بينما يشعر الكثير من الناس أن الجدال قد يدمر العلاقات العاطفية، إلا أن علماء النفس يقولون أنه في الحقيقة قد يجعل الرابطة الرومانسية أكثر قوة. هل حقاً الشجار بهذه الروعة؟ ما هو الفرق بين الشجار والجدال؟ وكيف تتعلم أن تعارض شريك حياتك بطريقة صحية وسليمة؟ قبل أن تكتشف جميع الإجابات، احرص على الضغط على زر الاشتراك وقرع جرس الإشعارات هذا حتى لا تفوتك أي من مستجداتنا. من هنا فصاعداً على الجانب المشرق من الحياة. السبب الأول، الجدال علامة على علاقة عاطفية ناضجة. أجل، الجدالات مضجرة ومملة، ولكن حاول النظر إلى الجانب المقابل من العملة، تجنب الصراع. بغض النظر عن كم تبدو هذه الفكرة جيدة، إلا أنها لن تكون أبداً وسيلة جيدة لبناء علاقة طويلة الأمد. ومع ذلك، هناك أنواع ناضجة وغير ناضجة من الجدالات. يقول الدكتور ستيفن ستوسني، مؤلف كتاب الحب المتمكن، إننا كثيراً ما نقترف خطأ التحول إلى الدماغ الطفولي أثناء النقاش، ونريد أن يضع شركاؤنا أنفسهم في مكاننا ويشعرون بما نشعر به. ومع ذلك، إن كنتما أحد تلك النسب النادرة من الأزواج الذين يستخدمون أدمغتهم البالغة أثناء الجدال ويتكلمون عما يخالجهم من مشاعر بكل وضوح وصدق، فهي علامة مؤكدة على أنكما على أتم الاستعداد إلى الارتقاء بعلاقتكما إلى المستوى التالي. إن كنتما على حد سواء، تتجنبان الهجمات الشخصية والصراخ، وتحاولان التوصل إلى حل وسط خلال الجدال، فليس هناك داع للقلق، فكل هذه الخلافات القليلة ستجعل رابطكما أقوى وأشد. 2. الجدال يعني أنك مهتم بالطرف الآخر. من السهل أن تغض النظر عن عادات شريك حياتك التي قد تدفعك إلى الجنون وتفقدك صوابك، ولكن إن كان حبيبك على أتم الاستعداد لتحمل كل الألم والإزعاج الذي يخلفه الجدال لجعل علاقتكما تتحسن وتصبح أفضل، فقد يكون هذا علامة على الحب الحقيقي. الجدال يعني أساساً أنكما الاثنين ملتزمان حقاً ببعضكما البعض وبعلاقتكما العاطفية. تقول الطبيبة النفسية الدكتورة سونا سبرينجر أن الجدال قبل الزواج شيء عظيم، وتنصح الأزواج أن يسألوا بعضهما البعض أسئلة صعبة وغير مريحة من حين إلى آخر في مرحلة الخطوبة. هذا سيساعدك على اكتشاف أي ألغام مخفية والتعرف على بعضكما البعض بشكل أفضل. 3. الجدال يجعل التواصل أسهل. إن كنت ترغب في بناء علاقة عاطفية على الثقة، من المهم التعامل مع شريكك بعقل متفتح والاستماع إلى بعضكم البعض بكل حرص وعناية. وبهذا المعنى، يعتبر الجدال أحد أهم أشكال التواصل وأكثرها صدقاً، فإنه يعزز الشعور بالألفة والاتصال بين الشخصين، يعلمهم كيفية التواصل بطريقة مثمرة. تؤكد ليزا كيفت بروكس، مؤلفة كتاب دورة تدريبية على تجديد الزواج للأزواج، على أن النقص في التواصل سيخفض شيئاً فشيئاً من السلامة العاطفية في العلاقات، مما يجعل الناس ينشطرون ويكبر كل منهما على حدة. وبالتأكيد، ليس هذا السيناريو الذي تريده. 4. الجدال علامة على علاقة عاطفية سليمة. وفقاً للدكتور ساركيز ستيفاني، هنالك 7 مفاتيح لعلاقة عاطفية سليمة وسعيدة، والجدال ليس الشجار هو أحدها. وعلاوة على ذلك، يعتبر علماء النفس في بعض الأحيان أن غياب الجدال هو علامة على وجود مشاكل كبيرة بين الأزواج. إذن، ما الفرق بين الجدال والشجار؟ يكون الجدال في إطار غير تصادمي، بمعنى أن تبدي رأيك دون الالتجاء إلى تراشق إهانات لا لزوم لها أو رفع صوتك. الشجار مختلف تماماً، تلقيان اللوم على بعضكم البعض في كل شيء، ولا تخشون الإساءة أو إيذاء بعضكم البعض. عندما تتشاجران، فأنتما بذلك تسممان علاقتكما العاطفية ومشاعركما تجاه بعضكم البعض. عندما تتجادلان، فأنتما تعيدان النظر في قيمكما ومشاعركما لمعالجة ومناقشة الأمور التي تزعجاكما، وهذا سيقربكما إلى بعضكم البعض في نهاية المطاف. 5. الجدال يجعل اتصالكما أقوى.
عندما يتعلق الأمر بالشجار مع شريك حياتك، لا يهم ما إذا كنت ستفوز أو ستخسر، أكثر ما يهمك هو أن تتعلم شيئاً جديداً عن نفسك وحبيبك. الدكتورة جينيفر سام على يقين من أن الجدال من حين إلى آخر مفيد للعلاقة العاطفية، بما أنه يساعد كلاكما على الكشف عن طبيعته الحقيقية وتبين لبعضكم البعض كيفية التعامل معها، مما يقوي دائماً الرابط الرومانسي بينكما. وإن كنتما الاثنان قويان بما فيه الكفاية لعدم السماح لبعض الخلافات أن تفرقكما عن بعضكما البعض، فإن مستوى التوافق والانسجام سيصل إلى حده الأقصى بالتأكيد. 6. الجدال يخفف من مشاعر الضغينة. من الصعب أن تكون في علاقة عاطفية، فبغض النظر عن مدى فهمكما لبعضكما البعض، لا يزال عليكما أن تعدل بعض الحدود بين الحين والآخر لكي تنجح العلاقة. إن لم يفعل ذلك شريكك، قد تبدأ بالشعور بالضغينة تجاهه، وهو أمر طبيعي تماماً. ولكن السكوت عن ذلك هو مرة أخرى طريق إلى علاقة غير سليمة ومآلها الفشل. وهنا يصبح الجدال أمر مفيد للغاية. يمكنك الإفراج عن العواطف السلبية وأن تبين لشريكك أنه ليس السبب وراء ذلك، واجعل علاقتك تتخذ خطوة نحو الأمام. لذا لا تخشى أن تفصح عما تشعر به فعلاً، ففي معظم الأحيان سيحسن ذلك من الاتصال بينكما إلى حد كبير. 7. الجدال يزيد من فرصكما للبقاء معاً. يقول جوزيف جريني، مؤلف مشارك لكتاب المحادثة الحاسمة، إنه غالباً ما يكون تجنب الجدال هو الذي يفسد العلاقة. نميل إلى الاعتقاد بأنه ليس هناك خطب ما في العلاقة، ولكننا لا نقول شيئاً، وهنا بالضبط تبدأ المشاكل الحقيقية. وأكدت دراسة استقصائية لما يقرب لألف بالغ هذا الكلام، فأكثر من 4 من كل 5 مشاركين قالوا أن التواصل الضعيف لعب دوراً رئيسياً في فشل علاقتهم العاطفية السابقة. ولا عجب في الأمر، بما أن الشجار والجدال يساعد على التركيز على المشاكل وحلها قبل أن تتفاقم. الأزواج الذين يتجادلون كثيراً يبقون معاً. 8. الجدال يكشف عن شغفك. تزيد الجدالات الحادثة من مستويات الهرمونات لدينا، وهذا هو السبب الذي يجعل بعض الأزواج يميلون سراً إلى خوض جدال عنيف مع شركائهم. لا شعورياً، هؤلاء الناس يعرفون أن الشجار علامة على الشغف، وأن جدالهم سوف ينتهي بطريقة أكثر شغفاً وسحراً. ومع ذلك، من المهم جداً عدم عبور حدود معينة وإبقاء الأمر تحت السيطرة، أي أقرب إلى الجدال من شجار حقيقي، وإلا سيكون وقع كلماتك الجارحة كوقع الخناجر على حبيبك. لا تنسى إنهاء الشجار دائماً بطريقة إيجابية ومثمرة. 9. الجدال ينقذ علاقتك من الملل. تخيل علاقة عاطفية بدون شجار، مستقرة رومانسية، إنها مملة حقاً. قد لا تدرك ذلك، ولكن الجدال يجعل حياتكما كزوجين ملونة وحيوية. الصراعات البناءة يمكن أن تؤجج الشرارة في علاقتك العاطفية وتجعلها أكثر إثارة. ففي النهاية هذا جزء لا يتجزأ من حياتنا. أنتما شخصان مختلفان ومستقلان، ولديكما آراء ومشاعر مختلفة، وسوف تختلفان مع بعضكما البعض من وقت لآخر. لذا لا داعي للذعر في المرة القادمة التي تشعر فيها بأنك على وشك خوض جدال. حاول بدلاً من ذلك أن تستفيد منه لصالحك وصالح علاقتك ورابطكما الرومانسي وحياتكما المستقبلية معاً. حسناً، الآن بعد أن أثبتنا أن الجدال قد يكون مفيداً جداً للعلاقة العاطفية، حان الوقت لمعرفة كيفية الحصول على شجار صحي وسليم مع شريكك، أي ذلك الذي سيرتقي بعلاقتكما نحو الأمام بدلاً من ترك شرخ صغير فيها. عليك أن تكون قادراً على تحويل الجدال إلى مناقشة مثمرة، وهنا إليك بعض النصائح لمساعدتك في ذلك. أولاً وقبل كل شيء، يجب أن تحترم بعضكما البعض. كلاكما بشر يملك عيوبه الخاصة، لذا التزم بهذه النقطة ولا تهاجم شريكك وتسيء له عبر استحضار علاقتكما أو أخطائكما السابقة. للكلمات وقع يجرح كالسكين، لذا عباراتك الجارحة ستظل دائما في عقل شريكك وتدمر رابطكما شيئا فشيئا. شيء آخر مهم هو الاعتذار. يمكن أن يكون من الصعب حقا أن تفعل ذلك، ولكن إن كنت مخطئا فعلا اعترف بذلك. مثل ما قيل من قبل، إن كان يجب أن تنحني إجلالا وإكبارا للاعتذار، إذن انحني جيدا.
شريكك سوف يقدر لك ذلك بالتأكيد. وأخيراً استبعد أي طرف ثالث من الجدال، هذه العلاقة تجمعكما أنتما الاثنان فقط وليس أصدقاؤك أو أقاربك. هذه الخطوة ستجعل شريكك يشعر بالعزلة والتقليل من احترامه. إنها مهمتك أن تكتشف ذلك وأن تنجح العلاقة، لذا لا تدع خلافاً بسيطاً يدمر كل الأشياء الجميلة التي تجمعكما. أصبح الأمر منطقياً للغاية الآن، أليس كذلك؟ إذن كيف تشعر تجاه الجدال مع أحبائك؟ أخبرنا بذلك في قسم التعليقات أدنى. لا تنسى الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء، وانقر زر الاشتراك، وابقى على الجانب المشرق.